مساء الخير ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من خلال برنامج الشباب وطاقات الشبابية دائما تكون موجودة بدون أحمد فاليوم نمسي عليكم بالخير في حلقة رياضية اليوم إن شاء الله راح يكونون ضيوفنا فيهم باور كباور الجي شوك وكديزاين وسبورت الجي شوك راح يكونون متواجدين ويانا ارمي اوف 1 هادي عبد القادر اليوم بعد سنين ما شفتهم فيس تو فيس اليوم انا راح اقابلهم ان شاء الله كونهم ممثلين للجي شوك راح ندردش ويا بعض ونسولف عن الكليب والاغنيه اللي سووها بعد شوي راح نشوفها على الهواء مباشره بالاضافه الى الحلقه الرياضيه اللي تعودنا كل يوم ثلاثه في برنامج رايكم شباب ومحللنا الرياضي انور صرخو راح لنا بعض المباريات اللي صارت هالاسبوع خساره برشلونه للاسف كوني برشلوني اقولها، وايضا بعض المباريات اللي صارت في الدوري الانجليزي، الدوري الايطالي والدوري الاسباني، تحليلنا اليوم راح يكون مع انور بالاضافه الى نكهه من سؤال رياضي بحت، انتم تتابعون مباريات كره القدم، هل اللاعب اللي يعني على قولتهم يكون ذكي في عمليه عرقله داخل منطقه الجزاء ويكسب فيها ركلة جزاء بلنتي، بالإضافة إلى كرت أحمر يكون حق اللاعب الثاني، ولو نشوف اللي عاده وخطأ حكم المباراة أن اللاعب ما جاسه، هل هذا ذكاء؟ وأنتم شلون تشوفون أو نظرتكم حق هذا اللاعب؟ إذا خصوصاً أنت اللاعب هذا يمثلك وتحبه وايد، وتشوف أن اللاعب مثلاً من محبين كريستيانو رونالدو، دش منطقة الجزاء ما لمسه لاعب الدفاع. وقط نفسه وسوى حركه مع صراخ، وعلى ما اتوقع ان في بعض التدريبات تكون في المباريات خاصه حق هذه النوعيه من الحركات، يعني شلون يقدر انه يكسب موافقه الحكم بانه هو متعرقل، شلون يقدر انه ياثر على الحكم انه هو مصاب ولازم ياخذ اللاعب الثاني انذار سواء كان الانذار الاصفر او الانذار الاحمر اللي يطلع فيه خارج المباراه، راح ندردش ان شاء الله انا ويا انور. في هذا الموضوع اكثر واللي حاب يتواصل ويشارك ويانا السوشيال ميديا موجوده في رايكم شباب تقدرون تتواصلون وتشاركون ويانا والارقام ايضا موجوده اسفل الشاشه انت رياضي شارك بحلقه رياضيه بالاضافه الى انا قاعد اشوف الباور خلف الكاميرات لو كنا بس حاطين جو بسيطه كذي ورا الكاميرات نشوف عبد القادر وهادي حتى السيلفي ما سلم منهم راح ندردش وياهم ان شاء الله اليوم كانوا ممثلين لماركة الجي شوك موجودة ويانا داخل الاستديو العديد من الساعات وانا اخترت اليوم اللون الاخضر الاسبوع اللي طاف اخترت اللون الاسود واللي قبله على حسب الديزاين المعين يعني الجي شوك شنو كان لبسك يقدر يناسب لبسك اليوم اخترت اللون الاخضر لان في بعض الالوان والتتشات البسيطه في قميصي في اللون الاخضر راح نشوف كليب مع ارمي اوف 1 بيكونون ويانا داخل الاستديو بعد شويه Waiting for shows to begin There we go again Created with passion, fashion and class Now wave your arms like this Forget it, revolution and watch design A watch that never breaks A watch that I would call mine Y'all having a good time Now watch us run the chorus one more time yeah. It's time for you to rock the G-Shop شاك. هذه هي حلقتنا لليوم وقاعد نشوف كولكشن جدا جميل من جي شوك بالاضافه الى حضور ارمي اوف ون لبرنامج رايكم شباب فيصل سامحني اول شيء ما ذكرت اسمك لا عزيز وحياك الله في البرنامج هذي آه حياك الله ايضا عندنا في برنامج رايكم شباب لونج تايم على قولتهم ها آه. انتم إيه. دائما طيب. تتكلمون كذي طيب. كم طيب. سنه مو شايفكم آه انا مو شايفكم فيس تو فيس عشان انتم موجودين بالسوق فيها فيها ست سنين او ست سنين بس ما كبرتوا ما شاء الله انا اللي شكلي ما شاء الله حياكم الله ويعطيكم العافيه اليوم في برنامج رايكم شباب تسلم الاسئله مفتوحه ودردشه واحنا فينا باور شبابي في النهايه منو الاكبر فيكم بالعمر؟ انا شويه فيصل إيه. اذا نبتدي وياك على السؤال على اساس انتم يعني فريق واحد انا ما اقدر اقول صحيح. اكثر من كذي فيصل سبب اختياركم ارمي اوف 1 حق ماركه الجي شوك آه، ماركه جي شوك كلمونا اول شيء موضوع أن نشاركهم بحملتهم ساعات جديده وكان انه موضوع يلوك على اللايف ستايل مالنا وانه ماركه شبابيه تعكس احنا الستايل مال اللون الاغاني اللي احنا نسويه اللي هو هوب ولو تشوف برا بالعالم كله يعني لو الجي شوك قاعد قاعد يعني يتعاملون مع كل الرياضيين صح الارتست المغنيين المذيعين فكانت اوبورتونيتي نفس ما يقولون حلوه يعني بس... احنا نساعدهم وهم يساعدونا نصعد بعض بيسكلي ممتاز انا حتى ممكن اني اوكي احنا شباب بس مم. بالنهايه على حسب الضيوف انا بس اشوف الجي شوك خصوصا جي شوك مم. كل اسبوع يقولون يكونون يانا لازم يكون صح فيني باور لان فيها شيء ساعه صح لما تلبس صح 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 انت تتحرك انت تتحرك ما يصير تكون مذيع اهلا وسهلا وما <applause> نعم ما, ما ينفع لا لا واليوم ارمي وفون بعد المفروض <applause> نركض احنا بالسيتي هذه نبي نتكلم عن انتم كشباب وبهذا العمر لما نختار الجي شوك على اي اساس اخترته وشلون نشوف ان الجي شوك تناسب شخصيه الشباب والله شوف هي يعني في في وايد اشياء يعني مثلا عندك الكولرز مالو جي شوكس يعني عندك مليون الف لون يعني يمشي مع يعني اي شيء تلبس يعني مثلا أنا خذيت البيضه لانها تمشي مع اي كل, كل كل, كل كل يعني كل شيء لو لبست جينز لو لبست بنطلون لو لبست وات ايفر تمشي مع وات ايفر عرفت و و و وتناسب انا شايف يعني كل كل الاعمار بعد صح عرفت يعني مو الا عمرك 12 سنه او تكون عمرك 28 سنه أو لا يعني اي, أي يعني اني ون كان وير عرفت ف... ممتاز انا على فكره خل اقول لكم شغله أسبوع اللي طاف لبست البلاك ديزاين موجوده اتوقع هنا، واحد بس المات مو الـ مو الشايننج إيه. المات إيه. كنت لابس فيها دشداشه الدشداشه روعه قال وبينت وقلت سبحان الله على حظي انه حتى ستايل الدشداشه وهو الشبابي اللي ممكن ايه. النسفه الشبابيه الجي شوك روعه تطلع وياها Perfect. فماكو yeah, على كلامك <applause> جينز دشداشه ايا كان شورت تلبس اللي تلبسه تختار اللون المفضل هذه آه تتكلم عن اللون الابيض هو مو قصده ولا عنصريه انه هو <applause> ما ما اختار الابيض هو قاعد يقول يعني تناسب كل الالوان صحيح. فيصل ليش اخترت الاصفر والله انا شفته انه غير شويه عن الباجي و وما ادري يعني و يعني شويه لون جريء الأصفر جريء صح. الاخضر ف... جريء الاحمر جريء اي فوالله ما ادري تغيير يعني عن كله اسود او بني او او الستيل فقلت خلينا نجرب اصفر وهم كان يعني الحين فتره صيف وهذا فقلت يعني نهاية, الصيف يعني نهاية الصيف نهاية الصيف نهاية الصيف. نشطب. أي, <applause> اي شيء الوان صيفيه يلبسها من الحين صح على اساس احنا قاعد نشطب الفتره الصيفيه يعطيكم العافيه تسلم على حضوركم اليوم في البرنامج ودنا نسولف اكثر لكن مرة يعني شاء آه ان شاء الله, آه إن شاء الله <تصفيق> اكثر <تصفيق> وما هو قادم مع الجي شوك وارمي وفون شكرا هذه شكرا, شكراً فيصل شكراً. حياكم الله في برنامج رايكم شباب راح نكمل ويا بعض الحلقه الرياضيه والتحليل وما هي مباريات لهذا الاسبوع من خلال محللنا انوار صرخو بعد البريك رد انور تقدر ترد بعد البريك كذي خلاص انت مو قلت انا الحين المذيع وياكم لا 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 حياك ما الله, الله. ما هذا مقامك انت وما نقدر قلبي. حياك الله في برنامجنا اليوم واسبوع جديد مساك الله بالخير انور خيرات ونايس تو سي يو يعني انا اكثر انا اكثر حبيبي حبيب ردينا وياكم ومثل ما نشوف دائما في حلقه الثلاثه في برنامج رايكم شاب انور ويانا الاسبوع اللي طاف انور يعني كان في اكشن في الحلقه انا واحمد وياك لدرجة أننا شفنا الحلقه اكثر من مره الاكشن هذا ما يمكن شيء حلو بالسنه يصير مره ها ايه صح بس, بس صار <applause> إن شاء الله عشان كذا اليوم لابس تيشيرت نادي معين اي ايه لا, لا خلت بس 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 ما زال بس انور سالفه الازرق وياك فعلا صح صح عاشق ع... للازرق بشكل جنوني يعني والله انت كل الكبت اللي عندك كله ازرق ازرق يعني إيه 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 شنو يعني تحب المنتخب ولا شنو؟ لا الل اللون الازرق يعني صراحه استم استمتع لبس اللون الازرق صراحه الله عطني يعني في اماكن اللون الازرق مثل البحر البحر السماء اشياء كثيره بعد نادي السالميه نادي السالميه سا... <applause> <applause> الل الله تكفى الله يخليك لا تذكرني بال <applause> لا تقول تكفى <تكبر. تصفيق> قول لي بس لا تسوي لي هذا ترى انت ضيف عندنا يعني الله يخليك. او انت صاحب مكان نقدر نقول الله يخليك نقول. حبيبي آه للاسف نقول يعني حديثنا راح يكثر عن موضوع الكلاسيكو اللي صار بين برشلونه <applause> وريال مدريد آه يا فرحه ما تمت اول الشوط الاول اول 20 دقيقه كنا مستمتعين بهدف تسجل <applause> لصالح برشلونه, برشلونة نيمار إيه؟ ولكن انقلبت الايه وهذه هي حال كره القدم 3-1 نهايه المباراه وزين ما صارت اكثر لو كان في اكثر من 90 دقيقه كان ممكن نشوف اهداف اكثر، كلمني عن المباراة بشكل عام والاوراق اللي صارت في الليغا. طبعا بشكل عام سريع لان بالنسبه طبعا مباراة الكلاسيكو دائما الحديث عنها يطول واشياء كثيره وتصريحات والاحداث والتجهيز وبعد المباراة والامور اللي تصير دائما في المباراة هذه اللي تشغل الناس لمده اسبوع قبلها واسبوع بعدها ويظل طبعا طلع النتيجه في النهايه تتقبلها مشجعي برشلونه لازم يتقبلونها وريال مدريد طبعا فرحوا فيها واكيد فريقهم على ارضهم على معقلهم سانتياغو برنابي والمكان اللي يوم وكان انتصارات الريال وكان طبعا مكان الانتصار جديد هالمره على الغريم التقليدي العدو التقليدي برشلونه. نرجع لاحداث المباراه نفسها يمكن برشلونه مثل ما انت تقدم في المباراه وانا شخصيا اتكلم عن نفسي يمكن ما توقعت صراحه هذا الانهيار في الفريق بعد ما تسجل في تعادل خصوصا ان شفت تعادل سجل هدف التعادل والهدف الثاني يتم ركلات ثابته الجول الاول من ركله جزاء نعم. الثاني من ركلة ركنية إيه؟ سجلها بيبي بي وبالتالي كان في يعني أنا تكتيكيا أو كتفوق للريال قبل لا يسجل هدف الأول ما كان موجود غير أنه هو استفاد من تفاصيل معينة وبالتالي استرجع مستوى اللي فاجأني أن برشلونة بعد الهدف الثالث صراحة ما توقعته بهذا الانهيار دائما المباراة هذه تشوف لآخر لحظة حاول الفريق يقدم أقدم اللي عندي وأحط بصمتي في المباراة هذه نرجع لتكتيك المدربين، طبعا ريال مدريد رهانه هذا الموسم في دوري الابطال، في الدوري على قوته الهجوميه الضاربه بوجود خمس لاعبين يؤدون كلهم دور هجومي ضاغط على الخصم، بالتالي ما يخليك انك تتنفس وما يخليك تعطي مجال انك انت تسترجع نفسك وتستلم الكره وتهاجمه وترد له صعصعين صح كان محتاج ريال مدريد فريق يقدر يغلق المساحه امامه ويلعب على المرتدات مم. اللي لا ريال مدريد هو اللي عنده قوه ضاربة في المرتدات والنقل السريع والاداء السريع مم. نرجع لبرشلونه تكلمنا وايد عن لويس انريكي انه لعب ثمان مباريات ما واجه خصم قوي في دوري الابطال اول خصم قوي خسر امام اللي هو باريس سان جيرمان بالتالي الفرق الخمسه الاولى هذا اول فريق يلاقيه اللي هو ريال مدريد ما لاقى برشلونه لا ما لاقى اشبيليه حتى الان فالنسيا وايضا الحامل لقب اتلتيكو مدريد بالتالي سقط برشلونه للمره الثانيه هذا الموسم في اختبار صعب مه. وشفنا ان لويس انريكي يقول عبد الله مو معقول بالنهايه انك انت في كل الاسماء اللي تملكها تلعب بنفس الخطه وبنفس التكتيك أربعة ثلاثه ثلاثه دائما وشرك لاعبين احتياط وشارك لاعب الاحتياط يعني يحاول يسوي عنصر مفاجاه لكن عنصر مفاجاه انه عما ماثيو لما لعب على الشمال ايضا اشراك سوارز طبعا علامات استفهام كثيره وكثيرين تقدوا أن صح. سوارز ليش لعبه من البدايه طبعا كان رده ان انا بالعكس يعني قدم مستوى اكثر ما كنت اتوقع صحيح يمكن اكثر ما كنت اتوقع بس نتكلم بمجمل ادائك كفريق مع برشلونه سواريز مع برشلونه هل كان في افضل ان بيدرو اللي طبعا ابدا امتعاضه الشديد بعد المباراه هذه وقال انا هذا اخر موسم راح العب فيه مع برشلونه بعد يعني حس ان ان هذه ما ما كان المفروض انه يتم مجرد ان ما يسقط عنه الايقاف يرجع يصير على الخط يعني في النهايه كانت توقعات كان في عند المدرب نوع حاسه انه هو, هو راح يتقدم وفعلا تقدم لكن مثل ما قلنا انا ما توقعت ان انهيار في, المعنويات والاداء لبرشلونه ايضا قلنا لويس انريكي نرجع الحلول التكتيكيه عن المدرب دائما اللي تنقذ الفريق ما شفنا قاعد تتكلم بس عن المباراه؟ اي بس عن المباراه قصدي كمستوى برشلونه يعني انا قاعد اشوف بعد هذه المباراه كان لاعبين ريال مدريد قاعد يتصارعون بتسجيل الاهداف فقط مو قاعد صارعون للفوز في المباراه بعد ما وصلوا الهدف الثاني ما اقول لك الثالث، الثاني صار يعني انا كنت متوقع ان كميه اهداف راح تصير على برشلونه، قاعد يحاولون كثر ما يقدرون أن يسجلون، يبي يعيدون سالفه ال 5 اللي صارت والارقام اللي تصير في الكلاسيكو الواضحه، يعني هل هذا دليل على ان نادي برشلونه مو بس خسر نتيجه حتى كمستوى واداء نادي برشلونه لل قاعد ينزل والانخفاض اكثر في بشكل عام نقدر نقول الليجا اي شوف عبد الله تتكلم عن مباراه كاداء نفسي صراحه اعداد نفسي للاعب والفريق قصدي ما كان يعني واضح ان برشلونه ما كان متو... هي نفسه انه ممكن يتعادل او يخسر من ريال مدريد بالتالي شفنا الفريق لا استسلم يعني انا شفت صراحه اداء استسلام بشكل ثاني مو هذا برشلونه اللي احنا نعرفه اللي دائما في مواجهات الكلاسيكو والذات حتى في أسوأ حالاته يحاول يجاري ويحاول يهجم ويحاول يضغط لقينا لا يعني اداء متخاذل نجوم الفريق يمكن نيمار سجل في البدايه صحيح لكن رجع اختفى عن الانظار ميسي مو ميسي اللي احنا نعرفه لا زلنا نقول من بعد كاس العالم صورته الجميلة شوية صارت باهتة أكثر وميسي تراجع واستسلم لضغط مدافعي ريال مدريد مع العلم أن ريال مدريد يعني إحنا شفنا من فريق ما عنده اللاعبين النصر المتأخر اللي يعني عندهم ذاك العنف وذاك الأداء الشرس مثل مودريتش أو كروس لاعبين يلعبون ربط وبالتالي لا شفنا ريال مدريد لأول أو يمكن ما نقدر نقول أول مرة لكن مرة بشكل واضح أنه هو هجوميا تفوق على برشلونة وقال لهم انتم يبيلكم وقت على ما وطبعا هذا طبعا هذا ايضا كتصريح لمساليك ان احنا محتاجين نعالج الشق الدفاعي عند الفريق، لكن انا اشوف طبعا مشكلة مو بس مشكله شق الدفاعي، مشكله تكتيكيه، مشكله ايضا في العامل النفسي اللي شفنا انهيار معنويات فريق برشلونه في المباراه. ممتاز، نبي نسكر موضوع برشلونه يعني ككلاسيكو المفروض ياخذ حجمه اكثر صحيح لكن ما نقدر نقول الا ان في مستوى هابط ومستوى متقدم من ناحيه نادي ريال, ريال مدريد. ريال مدريد انتهت مم. المباراه ثلاثة يعني واحد لنادي ريال مدريد ننتقل حق اتلتيكو مدريد وقربه من الصدارة وفوزه على ختافي ختافي واحد 0 يعني واحد الكثير تكلموا بالرغم من أن ختافي في اخر الدقائق انطرد من اللاعب لكن شفنا ان اتلتيكو مدريد يعني حاول الظاهر كعادة سيميوني بأبسط الحلول بأقل المجهود يفوز ويخلص المباراة يعني بالنهاية اسلوب اتلتيكو مدريد والتنوع الحلول بالنسبة لهذا الفريق لازال زال اتلتيكو مدريد ومشجعين اتلتيكو مدريد ومدرب اتلتيكو مدريد ديغو سيميوني يراهنون ان الفريق طبعا ممكن ما تكلمنا عن نتيجه الكلاسيكو انها خلطت الاوراق رجع الحين برشلونه مع أشبيلية في الصداره وخلفهم نقطة ريال مدريد خلفهم نقطة فالنسيا وايضا اتلتيكو مدريد محاضر معهم من مجموعه خمس فرق الحين حاليا بعد تسع جولات قاعد تنافس على الليجا طبعا هذا شيء جميل بالنسبه للمتابع الليجا طبعا ما كنا حيث. ما كنا نشوفه قبل سنين قبل صحيح كنا صحيح نقول نادي الدوري الاسباني شلون يقولون اقوى من اقوى البطولات وما بقى ايه كان فيهم توم الحين دش السفسيان وما ادري انت بتسوي <تحرك> <في تعرف> كنت عارف قلت توم قلت عارف راح تعليق لكن لا, لا صح <تحرك> صح كلام خمس فرق احبك لما انت فرش لي بالقطات بالغلط صدق <applause> والله <applause> 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 <تص <applause> لا انا قلت كذي طبعا انت استغليت الوضع انا عارف أه خمس فرق للجوله التاسعه اكيد يعني شيء يحسب للليجا شيء يحسب لقوة الليجا، شيء يحسب ان حين فريق نتكلم عن فريق عن دوري اخرج بطل ابطال اوروبا ووصيف بطل ابطال اوروبا وبطل الدوري الاوروبي بالتالي حاليا يعيش يعني يمكن كنا نقول دائما مارادونا ما قلت الشهيره عن الكالتشيو جنه كره القدم حاليا الليجا هي افضل مكان يلعب فيه كره قدم. مارادونا يعرف يلعب؟ <applause> <applause> مارادونا لا, أت... لا 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 تغلطنا شنو انت <applause> <applause> اسطوره كره <كل> قدم اسطوره <applause> كره قدم لا بس لأن... لا تتعرف يعني تتعرف تتعرف عشان الشيء. نوضح اللي ما شاف حلقه اسمي لان كنا في مقارنه صارت شد بين احمد و... وانور ان منو افضل لاعب على مستوى تاريخ كره القدم انور قال مارادونا عشان لا احد يقول احمد اخوي قال ميسي لا احمد عليه ما نتكلم عن الريال بدون موجود يعني يعني. يا اخي والله احبك محبة لله الله يخليك ننتقل حق الدوري الانجليزي نتكلم عن فان بيرسي وانقذ الشياطين الحمر بتعادل كان على ارضهم مع تشيلسي واحد 1 طبعا المباراة دائما نعرف ان مورينيو مدرب يعني دائما سر نجاح مورينيو هو انه ما يعطي مجال للمفاجات بالتالي هيئ نفسه لكل الادوات والاسلحه الهجوميه للخصم وبالتالي مورينيو سكر بالمباراه لانه قاعد يلعب على اولترافورد ومع قلب مانشستر يونايتد، شفنا المباراه بقفله صراحه بصراحه يعني ما كانت بالحجم اللي احنا كنا نبي صفر صفر ظلت مده طويله صفر صفر لين الشوط الثاني ضرب ضربته تشيلسي وسجل هدف، وبالتالي كان قادم انه يسجل فوز مهم جدا راح يتفوق على مانشستر سيتي بفارق كبير من النقاط. ويهزم يخلص مباراة صعبة دايما مانشستر يونايتد على ارضه مهما كان متراجع مهما كان سيء في هذا الموسم او في اي موسم الماضي الموسم الماضي اكيد الفوز على مانشستر يونايتد في ملعب الاحلام ملعب اولد فوت كان مهم جدا لكن طبعا فان بيرسي اللي انا اشوفه بصراحه في الفترات الاخيره سجلت اهداف من ثمان مباريات شارك فيها في الدوري بالتالي فان بيرسي صراحه مو قاعد يثبت وجوده في اسئله كثيره تقول ليش تم استخدام فالكاو وفالكاو قاعد, قاعد على الخط مده طويله وما قاعد يلعب وفان جال قاعد يراهن على فان في اكثر من مره طبعا غياب روني للايقاف طبعا كان اسم وانا اشوفه اهم مفتاح جدا. لعب جدا اهم مفتاح لعب في غاب مباراه تشلسي بالتالي طبعا مورينو لا تعطي مجال أي ثغره استغلها كان راح يفوز في المباراه واحد صفر و مثل ما صار مباراه مانشستر سيتي على ارض مانشستر سيتي كان متقدم اللحظات الاخيره وتعادل ايضا فان ارجع الامل لفريق مانشستر يونايتد وارجع للتعادل طبعا هذه نتيجة كانت صالح كل الفرق اللي تنافس تشيلسي مو بس مانشستر يونايتد ننتقل نعم. حق ويست هام وشوف السؤال جايك من ابو وستهام هام يقف حمله الحفاظ على اللقب من مانشستر سيتي بفوز ويست هام على مانشستر سيتي 2-1 يعني الحلو نشط ابو شويطر ينوع لنا نكهه السؤال نفسه حمله متكامله كانت حق مانشستر سيتي للحفاظ على اللقب انصدموا بخساره 2-1 نتكلم عن هذه المباراه وهل كانت متوقعه خصوصا الدوري الانجليزي دائما يكون فيها مفاجات يعني انت انت مقدمتك بعدين رديت قلت شغله يعني نفت المقدمه ان فعلا مفاجات ما تعرف انت في الدوري الانجليزي لا ايضا نضيف ان اسهام حاليا المركز الرابع بالتالي اكيد الفريق لما يوصل المركز الرابع اكيد معناته ادى اداء جيد هذا الموسم لقب وستهام هو المطارق هامرز <applause> بالتالي فعلا المطارق كانت نازله بشكل قوي على مانشستر سيتي في الشوط الاول بالذات شفنا مانشستر سيتي عاجز وانا يعني ممكن ما ادري يعني بالجرين لاعب في المباراه مهاجمين اثنين كونه هو يحط في يعني وهذا كلام فاكيد شيء صحيح انه مانشستر سيتي كانت ومقومات افضل من ويست بالتالي كان متوقع ان مهاجمين و واجويرو يسجلون وبالتالي يخلص المباراه من الشوط الاول لقينا لا العكس ويست هام قاعد يضغط على حامل الكره طول الشوط الاول وبالتالي سجل هدف وارهق لاعبين مانشستر سيتي في الشوط الاول، الشوط السيتي حاول في الشوط الثاني انه يضغط ومع هذا لقى هدف ثاني من وست هام، بالتالي سجل سيلفا هدف اخير، حاول السيتي يرجع للمباراه هذه لكن اجوير المباراه هذه ما كان متوفق اكثر من تزيده واحده من رأيت في العارضه، بالتالي يعني مانشستر سيتي يعني فقد ثلاث نقاط مهمه جدا مثل ما قال معدنا الجميل علي شويطر قال أن حمله الحفاظ على اللقب وقفت واكيد يمكن مانشستر سيتي فان بيرسي انقذ مانشستر سيتي لانه كان ممكن يوصل الفارق الى ثمان نقاط، حاليا صار ست نقاط، آه ست نقاط مو شوي لكن ايضا في الدوري الانجليزي مثل ما قلت انت عامل مفاجات كل جوله لها احتمال احتمالاتها وظروفها، وبالتالي يعني مانشستر سيتي ممكن يرجع، لكن اشوف طبعا تشيلسي حتى الان بمده بسيطه بين لنا هو حتى الان هو المرشح الابرز والافضل والأف... والاقوى في البريمير ليج. نعم، ننتقل حق ليفربول وما زال عشاق ليفربول ينصدمون ببعض النتائج اللي ما كانوا يحبونها خصوصا في ابطال اوروبا والدوري الانجليزي تحديدا يتعادل بدون اهداف مع هال سيتي كلمني عن مستوى ليفربول بشكل عام وديش اللي هو, هو في بره. خبر طريف طبعا انا مشكله لما اقول خبر طريف قدامك انت الله يستر لكن راح نقوله يعني هو الكلام عن بالوتيلي المهاجم بالوتيلي طبعا صاحب المشاكل بالوتيلي اللي, اللي كان مفروض يكون بديل سواريز ايضا غياب ستورج مثل ما قلنا عبد الله براندن روجرز مدرب ليفربول مدرب يعشق الهجوم مدرب هجومي بالتالي انت لما تنزل او تفقد لاعب مثل سواريز وستورج يكون مصاب قص قس اجنحه قس هذا المدرب وصار كل الثقل على رحيم ستيرلينج وبالوتيلي واقف بدون اي فاعليه طلع تقرير من احد الصحف البريطانيه تتكلم عن تسريحه بالوتيلي وانه ينفق اسبوعيا 500 جنيه استرليني يعني بما معادل 250 دينار 500 جنيه استرليني ينفقها على تسريحته فقط اثنين محلقين او واحد منهم من ايطاليا اخاف, أخاف هو أخ... ممثل او راعي حق حق براند معين ف... ما في اي كلام من النوع لا الان قاعد يعني يتكلم مشجعي ليفربول يعني نتكلم عن مهاجم انت قاعد تلعب اساسي تسع مباريات او اقل من تسع مباريات وما سجلت ولا هدف واحد هدف واحد في دوري اسبوعيا كم؟ 500 جنيه استرليني 500 جنيه استرليني انا تدري اسبوعيا كم انفق على شعري لحيه وشعر وتحديد كم زانيه زين شوف يعني واذا بسوي لي جو حمام مغربي التواضع التواضع عبد الله الله يخليك للتواضع ان شاء الله الله يسلمك ويعني في النهايه ما في مصابط بالحلاق هذه هي المشكله لا هو هذا الحلاق يجي من ايطاليا لانجلترا اسبوعيا يسافر ويرجع انا من سلوى للقرين والله <سؤال> لا لا الحلاق ابو اللي الحلاق حاولت اني اجاري العمالقه بس ماكو فايده ماكو ماكو هذه صعبه <applause> <تصفيق> شوي <applause> <applause> راح نكمل يا بعض ويا انوار بعد البريك ان شاء الله ردينا مرة ثانية ويا انور كثر ما اقدر اطلع على طبيعته، هو انسان حبوب وهادي لكن في من داخله شيء جميل وهو عشقه حق كرة القدم ولاعبين معينين العفوية والعفوية انا ما اشوف واحد يمدح نفسه حياك الله مرة ثانية لا 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 انت تقول شيء بسرعة قبل لا تقول انت ذكرتني واحدة من يتقدم حق الزواج <applause> خلينا نتكلم عن مباراة الأرسنال بعد فوزه على ساندرلاند و... وندش بموضوع ثاني غير الدوري الإيطالي ممكن يعني يعني يمكن أرسنال أتوقع استفاد من ساندرلاند تذكر الأسبوع اللي فات تكلمنا عبد الله لما خسر 8 صفر من ساوثهامبتون هابتون يعيش في أسوأ حالاته دائما الفريق لما, لما يخسر خسارة مو طبيعية ونتيجة كبيرة ومفاجأة العام المدرب يعاني او الفريق يعاني انه يطلع من الحاله هذه وبالتالي يمكن شفنا ساندرلاند حاول انه يطلع المباراه بدون خساره ارسنال رجع استرجع يعني روح الفوز ونتيجه الفوز و... ودائما ارسنال يعني قدام الفرق اللي عادية يعرف شلون يوصل للمرمى ويعرف يسجل عمليه تنوع المراكز او اللاعب اللي انطلاقات من الخلف والاسلوب اللي يلعب فيه وتركيز على خط الوسط اللي دائما نشوف ارسنال فينجر يتميز فيه عن اي فريق ثاني بالتالي ارسنال اقتنص ثلاث نقاط رجع مره ثانيه يمكن جمهور الارسنال جدا قلق على مستوى الفريق خصوصا ان ارسن فينجر دائما يعني يمكن الاسبوع اللي فات قبل المباراه هذه او الأسبوع الماضي قبل مباراة دوري الأبطال مصرح كعادته ان احنا نعيش أفضل حالاتنا وأفضل أيامنا مم. والكلام هذا اللي دائما يثير غضب جمهور الأرسنال اللي حاس انه فعلا واضح وصلت المرحلة ان الإدارة ومدرب الفريق بعيدين عن الجمهور وعن طلبات الجمهور وعن رغبات الجمهور لنادي يعتبر يمكن ك من أفضل ثلاث أندية في مستوى انجلترا كانجازات وكعراقة وكبطولات وتاريخ نعم أه نختم كذي محور الدوري الإنجليزي ننتقل الدوري الاقرب الى قلب محللنا انور واللي هو الدوري الايطالي يوفنتوس يعود من خيبه من خيبه اوروبيه بعد فوزه على باليرمو خلينا نتكلم عن عشاق اليوفي والله عشاق اليوفي طبعا واضح ان العمليه بدات يعني شويه جمهور اليوفنتوس صار يعاني ويتعب من موضوع ان الفريق باوروبا ما يقدم المستوى المطلوب ويفوز محليا كلمة الفريق المحلي صارت ملتصقة بفنتس في الفترة الأخيرة زادت أكثر بعد فشله في الموسم الماضي في دور الأبطال ودوري الأوروبي والحين من ثلاث مباريات في دور الابطال خسر مبارتين ومع هذا هو مصدر الدوري الايطالي باليرمو معتبر الاختبار الصعب بالنسبه لفريق قيمه فنتس مع هذا في بعض المراحل شفنا يوفنتوس عانى من المباراه فاز في المباراة حقق المطلوب الكلام والمديح اللي سمعناه عن تيفيز في المباراة انه لاعب قدم كل شيء لكن ارجع واقول نبي نشوف الاسماء هذه في دوري ابطال اوروبا مو بس انا اي مشجع لفنت صار الحين يبي يشوف الاسماء هذه تبدع في اوروبا سواء بوجبا او تيفيز او اسماء طبعا اللي تعتبر متميزة في في, في الكالتشو ومحتاجة انها تنقل هذا التميز اوروبيا صحيح آه، روما والكلام يكثر عند نقطة فريق روما خصوصا الأسبوع اللي طاف تكلمنا عن مبارياته في التشامبيون ليج يعني أنت قلت واحد واحد أنت صح. قلت واحد واحد جيت يعني أنا قلت لك اثنين واحد لبايرن ثلاثة أحمد قال ثلاثة وهو الأقرب أقرب. عند النتيجة الواقعية قال ثلاثة وقد يكون الأكثر يعني هو وصل ثلاثة بيكون واقعي شوية لكن لو فتح ممكن يوصل حق الواقعية اللي صارت حقيقه 7-1 صح أه وايضا يعني هم تعادل في دوري الايطالي، نحن نتكلم عن روما وتفاصيله مع الدوري الايطالي. طبعا انت وصفت المباراه اللي صارت، قلنا تو مباراه ساوثهامبتون او ساندرلاند لما خسر من ساوثهامبتون 6 0 مباراة الأرسنال يعاني من مشكله نفسيه ايضا هذا اكيد رودي جارسيا مدرب روما حاول انه يسترجع نفسيات روما في مباراه مهمه وطبعا يمكن ايضا سوء روما ان المباراه هذه لعبت قدام على ارض سمبدوريا سمبدوريا السنه هذه فريق جيد وحاليا هو الرابع بفارق الاهداف عن اودينيزي على مستوى الكالتشيو فريق ممتاز يقدم كره جميله ويقدم كره فيها انضباط والتزام اكيد فريق مثل روما بعد خساره كبيره ومو متوقعة من بايرن رجع طبعا واضح أنه في اسم انشطب في لسه روما من بعد مباراه بارن هو اشلي كول اللاعب هذا اللي صاحب تاريخ كبير في تشيلسي وارسنال السابق اعتقد بقى إيه فعلا بعد المباراه هذه يمكن يعني الاداء الاداء الدفاعي السيء اللي قدمه في مواجهه لاعب خطير جدا مثل اريان روبن لاعب ما يمكن تتركه مساحه لا يمكن تخليه يتحرك ومجرد يلعب في نص متر ممكن يسوي لك شغله ويعدي ويشوت ويسوي ويسوي اداء هجومي جيد بالتالي أشلي كول شفناه حتى في كلام انه هو راح ينتقل في انتقالات شتويه للدوري الامريكي يعني وبالتالي روما قاعد يحاول يسترجع مستواه لا نقول روما يعني يقدم مستوى جيد بالمقارنه بالمواسم الماضيه اللي كان روما نشوفه في المركز السابع والثامن غارسيا yeah. استرجع هيبه هذا الفريق لكن طبعا قاعد يحاول بعد مرحله بايرن ميونخ يرجع مره ثانيه ويحقق الانتصارات. ممتاز مباراه الميلان وفيورنتينا طلعوا حبايب بتعادلهم مع بعض واكتفوا بنقطه نقطه من ميلان وفيورنتينا يعني مباراة تشوفها انا تقيس تعطي معنى ان فعلا الكاتشو حاليا متراجع، مباراة طبعا اي متابع كان بيشوفها ما يشوف الاداء والمستوى والامكانيات والهجمات والاداء التنوع الهجومي في كلا الطرفين الفريقين قاعد يلعبون لعب مسكر، اي نعم احنا ندري ان غلق المساحات هذه هي ميزة الكاتشو لكن قاعد اشوف غلق مساحات في الجانب الهجومي ما قاعد اشوف المحاولات من الطرف الاخر انه يضغط ويسجل ويحاول يسوي لعب او يفت... يسوي مف... يكون في عنده مفاتيح لعب مم. متميزه انتهت واحد واحد هدف ميلان يمكن كان من كره ثابته كره ثابته استغلها ديونغ دي اللاعب الدفاعي اللي قاعد يسجل لي ميلان في الفتره الاخيره وهذا يثبت ان ميلان الحلول الهجوميه لا زالت محتاج وقت انا اشوف ميلان بمدرب النا... الشاب فيليبو انزاجي محتاج وقت ويحتاج صبر و يعني طبعا هم صرحوا ان احنا هدفنا الوصول لدوري الابطال مو مو هدفنا ناخذ الدوري تو الناس على الموضوع هذا وهذا طبعا هذا انا اشوف هذا صحيح ان الفريق لازم يحط في نفسه في مرحله انتقاليه بالتالي لما يعديها يبدا يفكر انه ينافس ويرجع الميلان الروزنيري الفريق الكبير اللي احنا نعرفه. ممتاز انا انا بصراحه يعني من من قبل ست سنين تقريبا كنت من عشاق الدوري الايطالي لكن يعني المستويات اللي قاعد نشوفها الواحد يبي يعني شنو الدار شنو هو الافضل حتى لاعبين انتقالات اللاعبين هو اللي بعدنا شوي عن الدوري الايطالي خصوصا الانديه يوفنتوس عندك الميلان انتر ميلان حتى فيورنتينا في سنة من او في فترات كان ينافس روما سابقا واسمه وتاريخه موجود لاتسيو يعني هذه الانديه كانت موجوده يعني الحلو في الموضوع انه ممكن نشوفهم يوم من الايام ينافسون في بطوله ابطال اوروبا، هذا اللي احنا نبيه علشان يصير في تنافس انجليزي، اسباني، ايطالي. الماني. الماني، الماني عندنا فريقين ثلاث ان كثرنا نقدر نشوف انه ممكن ينافسون نفسهم. في بطوله ابطال اوروبا، نختم حديثنا مع الدوري الايطالي وفوز الانتر بركله ترجيح. يعني مباراه مثل فريق بقيمه شيء ما كان يشكل خطر على فريق مثل الانتر اكيد. واضح ايضا الانتر حالته قريبه مشابهه للميلان لانه طبعا تغيير الاداره والمليونير الاندونيسي توهير يحاول انه يضع بصمته على الفريق ويحاول انه يركز شوي اكثر على الايطاليين بعكس ما كان يسوي مراتي مراتي رئيس النادي السابق ومالك النادي اللي كان يملكه بالكامل الحين يملك جزء منه من الاغلبيه صارت لتوهير لكن طبعا الانتر حاليا في النهايه حقق المطلوب ثلاث نقاط هذا المطلوب هدف ركله جزاء من الارجنتيني ايكاردي بالنهايه الانتر راح يحاول طبعا يحاول محطه انه يثبت على مستوى هذا الشيء اللي دائما الانتر يشوفه مو قادر يقدمه الاسماء الموجوده التجانس الموجود هو اللي يحاول متزاري انه يثبته يمكن قدم مباراه جميله في الاسبوع الماضي لكن الاسبوع هذا رجع مره ثانيه يعني فاز وبصعوبه نعم أه نختم ويا بعض موضوع تحليل المباريات هذا الاسبوع تكلمنا الاسباني الايطالي والانجليزي نرجع لسؤال حلقتنا اللي تكلمنا فيه بالبدايه ودائما نتناقش فيه دائما يصير حديث بيننا واللي بيشارك يشارك يقدر يشارك انا من مشاهدين برنامج رايكم شباب أه لاعب انت تشوف ذكاء لاعب انه يقدر يحصل على ركله جزاء وهو ما لحق فيها والفريق نفسه يفوز في مباراه من ركله جزاء كانت تمثيليه صارت حق لاعب وحتى اللاعب الثاني اللي ما له شغل ممكن انه يحصل على طرد يحصل على انذار شو تشوف هذا اللاعب واللي يمثل هذا المسلسل كامل عشان يحصل على ركله جزاء هل هذا ذكاء في اللاعب نفسه ولا تحايل على المباراه بشكل عام لا هو التحايل طبعا شيء سيء دائما في كره القدم يعني انك انت تذهب مجهود فريق واداء فريق ومستوى فريق كله بلحظه لحظه خطا من الحكم وانت تساعد على الموضوع هذا يعني في النهايه يعني يترك دائما 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 تلاقي هالمباريات هذه والاشياء اللي تصير تترك دائما مثار للجدل لانه تذكر في الموسم الماضي شنو صار معاكم تترك يعني ما تسوي غصه حتى الفريق لما يفوز الفريق انا واحد من الناس مثل فريقي يفوز بالطريقه هذه احس من نوع من ما استمتع بهذا الفوز لانه في النهايه حسيت انه مم. ما قدمت المطلوب عشان الفريق يفوز. بس أنا لا. اللي اعرفه انه في في تدريبات تصير. طبعا هذا مو صحيح ممكن صح فعلا الكلام هذا. اي في تدريبات لكن تصير. هذا من لكن هذا من, من قبل المباراه في في حصص يمكن تصير من قبل المباراه انه مو عاد يمثل بس انه ممكن انه شلون انا اكسب الفاول في نقطه معينه، انا اشوف ان هذا ذكاء. لا هذا تحايل يعني هذا شيء سلبي بصراحه بكره القدم انا اشوفه ايجابي انا يعني بالنسبة. انت تشوفه ايجابي أو وجهه نظرك بس انا اشوفه انه هو شيء سلبي بالنهايه لان في كره القدم لازم انت الافضل هو اللي يفوز دائما تشوف انه اللي يقدم كره اللي الـ 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 الاحلى ما في كره القدم دائما احلى البطولات تشوفه ان الفريق اللي يقدم المستوى الجميل هو اللي اللي فاز بينما تلاقي مثلا تصير لك الجزاء لما تكون في اشياء في تحايل في منتخبات معروفه ما بيعد مو شطاره لا 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 في منتخبات معروفه بالاشياء هذه انه في لحظه معينه يقط روحه ياخذ بلنتي او انديه مثلا ان اشياء تصير طبعا دائما تسبب مشاكل كثيره والنادي نفسه يعني حتى يصير انت برشلونه انت من... قاعد تضرب برشلونه لا 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 ما قلت برشلونه ابدا آه. لا لا ما قلت برشلونه لا لا لا, لا اكيد طبعا منو فريق الحكام باسبانيا؟ آه طبعا هو ال... الاثنين يعني برشلونه ريال مدريد برشلونه يعني ما تقدر تحكم الاثنين لان هي فتره فعلا برشلونه الفتره اللي كان فيها الاقوى دائما اصاب اتهام فريق حكام قاعد يساعدهم الحكام منو, منو فريق الحكام؟ اللي هو اللي كان في تمام برشلونه وايضا ريال مدريد برشلونه فريق الحكام؟ الحين توك قلت لي ليش تقول انت برشلونه انت قلت لي اول شنو انا قلت لك ما انا اكد كلامك ها انت ضربني <applause> وبكى سبقني واحد واشتكى <applause> لا لا هو يعني لا لا الكلام في الموضوع هذا يكثر عبد الله انا الليجا ما اشوف المدرب الدوري اللي يعني في الفارق الكبير في بعض البطولات في عندها المشكله هذه في مشاكل كثيره تصير هذا ايش فيك شنو يطلع لك فرد؟ ما ادري والله لو اعطيتك كرت احمر الحين قلت كلامك مو عاجبني لا سلوك هذا المفروض اصفر سلوك اصفر شوف القانون قانون لا لا إحنا ما يعني. عندنا اصفر احمر على طول يا يكمل يا يطلع برا خلاص اوكي <applause> كنت اكمل معاك لاخر تقرير وما تبيني اقوم <applause> نجيب لك شاي لان وقت الشاي خلاص الكرت اتش... الاحمر وشقيته انت شفت الشاي ما وصل قلت خلاص ما في كرت احمر تقعد وياي يا الله يخليك رايك فيني كحكم؟ <applause> ممتاز ممتاز تخيل <ممتاز. تصفيق> <applause> حكم في يوم من الايام يطلع الكرت الاحمر ويكسر خاطر اللاعب ويشق الاحمر يقول لا, لا حبيبي خلاص راح نكمل يا بعض نتكلم عن سؤال الحلقه ندردش فيه مره ثانيه وعندنا ايضا حديث عن لا لاعب الأسبوع اللي طاف تكلمنا عن مارادونا الأسبوع عندنا لاعب جديد إن شاء الله راح نسولف فيه وهم ويا الشاي يعني راح نشرب الشاي ونروح بعدها إن شاء الله. بيوتنا أبレイك ورادي وياكم رجعنا ويا بعض في حلقه رياضيه بديناها مع الجي شوك ومكملين فيها مع محللنا اخوي انور صرخوه، انور انا وياه تقريبا صار لنا اسبوعين بنسوي شيء جديد من خلال تقرير في البرنامج ان نلعب مباراه كامله متكامله، تشوفون احنا نلعب نسوي فريقين نلعب، بس شنو سالفه تاجيل هالمباريات عند انور؟ قل لنا شو السالفه؟ وحق المشاهدين اللي كل مره نقول في مباراه راح تنقل اسبوع طاف تكلمنا ايه وقلنا ان الاسبوع الجاي راح تشوفون مباراه راح نلعب راح تشوفوني يعني انا انزل ملعب وكره العوبة كذي واركض مشيت ايهابي زين ويم جول ما شاء الله وتكرمون ويكرم دا المشاهد تسوي دعايه حلوه حق نفسك آه صراحه حذاء رياضي ما نقول شنو اسمه ما يصير ها ما يصير دعايه تسوي اي طبعا ما يصير اي زين ايش تقول يعني؟ ها قول كم بقول حذاء رياضي المبلغ بقوله يعني ايه كم شاري <applause> انت كم تاخذهم على كم يطلعون عليك شلون أنا... <applause> ليش لما أتع... نطلع ورا الموضوع انسان 30 دينار 30 دينار 30 دينار صح هذا 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 اي انا شاري بس حق المباراه الحين ما لعبنا ما ادري والله ان شاء الله شنو الاسباب يعني احنا نبي نباريكم فريق رايكم شباب فريق رايكم شباب لكرة القدم مو للفريق رايكم شباب نفسه أيه لكرة القدم راح يلتقي مع فريق انوار صح؟ أيه لا اسمع طاف علي ما علي ما قدر سؤال ما علي شاطر كنسل يكون وياك ولا ويانا؟ شلون؟ لا لا معاي علي لازم معاي ما يصير متفاهمين احنا زمان ما يصير هو من فريق رايكم شباب لا والله كيفك كيف. وامس سوينا ميتنج على راكم شوب ما اقدر اقول شيء بعد مخلصين الموضوع <تفحيل> سوينا خطه جديده حق راكم شوب ما شاء الله طبعا <أحيطة> خمس سنين جدا تسوي تعال هاي بعد خطه تعايل تقطر روحكم احنا <أحيطة> كان قصدنا خطه مو خطه البرنامج ما يصير نتكلم خطه اللعب اه اه زين يا شباب طمنتني <تفحيل> زين <أه عندك تع تعليق معين عن نفس الموضوع اللي هو اللاعب نفسه وذكاء اللاعب لا أيوة انا قلت لك ان تذكرني موقف يجيب بالك يحضرك موقف صار حق لاعب تحايل على اسطوره يعني كره القدم ديجو ماردونا يعني ديجو مارادونا لما حط الكره بيده و... وعلى فكره هو كرر اكثر من مره يعني ماردونا كرر الحركه هذه اكثر من مره وما يصيدونه يعني ما في عقله قصدي يعني لا سجل هدف بيده اوكي يعني غير موضوع ثاني يعني انت يعني تحايل كان لا تحايل هذا تحايل هذا تحايل على, على الحكم يعني انك تصرفت بذكاء وبصراحة كان ذكاء يعني انا يعني لما تشوف المباراه طالع اللقطه سواها بسرعه بحيث انه كانه يعني فعلا طاقها براسه وطبعا صارت يوم الجو واللاعبين المنتخب انجلترا من يوم عصبوا وليش واحتجوا والامور هذه مارادونا كان حديث الاسبوع اللي طاف حديثنا اليوم مع لاعب من الاسطوره الايطالي روبرتو باجي. باجيو باجيو خلينا نشوفه ونرجع روبرتو باجيو هو لاعب كرة قدم إيطالي سابق، يصنف على أنه أحد أفضل لاعبي بلاده على الإطلاق، ويعتبر من أفضل اللاعبين في العالم في فترة التسعينات، حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 1993، وعلى جائزة أفضل لاعب في العالم، وقد تم اختيار باجيو في فريق القرن الذي ضم عشر لاعب في القرن السابق الذي عرضه موقع الفيفا. إضافة إلى ذلك فقد صُنف باجيو في المركز السادس عشر حسب تصنيف موقع وورد سوكر الذي اختار أفضل 100 لاعب في القرن السابق ويعتبر أول إيطالي في هذا التصنيف. بدأ باجيو مسيرته في عالم كرة القدم عام 1981 عندما انضم إلى نادي فيتشينزا وفي عام 1985 انتقل باجيو إلى نادي فيورنتينا. وفي تصريح لباجيو قال أن نادي فيورنتينا هو النادي الذي ارتاح في اللاعب فيه أكثر من باقي الأندية وفي عام 1990 انتقل روبرتو باجيو إلى يوفنتوس بمبلغ وقدره 19 مليون دولار أمريكي وهو مبلغ ضخم ورقم قياسي في ذلك الوقت في موسم 1995 96 انتقل باجي لنادي اي ميلان حيث فاز معهم بلقب الدوري الايطالي ليصبح اول لاعب في تاريخ الدوري يفوز بلقب الدوري مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين. وفي عام 1997 انتقل باجي الى نادي بولونيا لكي يستطيع المشاركه في كاس العالم 1998 وفعلا استطاع أن يحجز له مكانا بدلا من المهاجم الشاب إليساندرو ديل بييرو وبعد كأس العالم انتقل باجو إلى نادي الانتر ولكنه لم يشارك كثيرا بسبب مشاكل مع المدرب آنذاك مارتشيلو ليبي حيث لعب 41 مباراة وسجل فيها تسعة أهداف فقط مما أدى إلى خسارته لمكانه في منتخب إيطاليا لكرة القدم حيث لم يتم استدعائه إلى صفوف المنتخب في كأس الأمم الأوروبية عام 2000 وفي عام 2000 انتقل الى نادي بريشا واستطاع ان يلعب معهم 95 مباراه وسجل فيها 43 هدف بكاء باجيو لعل الجميع يتذكر عام 1994 هذا الموسم الذي شهد اروع وافضل سنه في تاريخ باجيو حيث قاد منتخب بلاده ايطاليا الى كاس العالم بعد مستويات لا يقدمها الا الاساطير اذهل بها المتابعين التقى المنتخب الايطالي على النهائي المنتخب البرازيلي وكان باجيو يكتب سطور احلامه على الواقع فلا شيء يساوي الحصول على كاس العالم للاعب كره القدم. كانت المباراه تشهد حضور نجمي البطوله باجيو الايطالي وروماريو البرازيلي. وكان هناك حرب دائره، من سيكون نجم البطوله؟ باجيو ام روماريو، لكن المباراه لم ترتقي الى المستوى المتوقع، فكان الحذر هو السمه المسيطره. وصلت المباراه الى ركلات الترجيح، اختير باجيو ليسدد الركله الاخيره، وكان الامل يحدوه ان يكون سببا في الحصول على كاس العالم بلمسته الاخيره. ولكن اضاع كل من باريزي ومسارو الكرتان الاولى والرابعه على الترتيب وسجل البقيه بمن فيهم لاعب البرازيل فكانت الركله الاخيره ستنفذ بقدم باجيو والامل ان يبقى الطليان في المنافسه لركله اضافيه ولكن تقدم باجيو بضغط نفسي كبير وسدد الكره بعلو تجاوز المرمى معلنا خساره الطليان ونهايه الحلم يشهد العالم اجمع بكاء باجيو. علي البطولة مو شرط احنا نتكلم عن اللاعب غلطة الشاطر بمليون بأني. تكلمنا عنه بكل شيء حلو افضل لاعب في التسعينات 1993 افضل لاعب أوروبا. ما تكلم تكلم فريق القرن تصنيف السوكر اختاروه افضل لاعب اختموا التقرير ضيع بلنتي وضيع حلم ايطاليا يعني تعرف ان غلطه الشاطر بالف بالف لا والله مليون اذا كان مع روبرتو باجيو كلمني عن روبرتو باجيو اكيد يعني اسطوره بالنسبه لاي شخص يشجع ايطاليا يشجع انديه ايطاليا اللي مر عليها روبرتو باجيو اكيد لاعب في النهايه ترك بصمه وترك يعني دائما اللاعبين نقدر عن مارادونا عن روبرتو باجيو عن رونالدو البرازيلي عن اسماء كثيره في عالم كره القدم بس ما سويت اللاعب هذا يترك يحرز بعد جديد في كره القدم يعني بصمه ما حد غيره سواها، ما حد غيره تركها، يمكن روبرتو باجي كان مذهل دائما في اوقات صعبه، في اوقات حاسمه بالنسبه لمنتخب ايطاليا للانديه اللي لعب فيها، فجاه تلاقيه يطلع ويسجل اهداف، لاعب دائما معروف عن الهدوء في الملعب والالقاب الكثيره البوليتيل ظل الحصان والقديس صح وانشهر بقصته العنقوص اللي كان يسويها والقديس كان يسمونه ايضا القديس، واللاعب يعني اللي دائما يعني كان بهدوء او بالفنياته اللي دائما احمد احمد الطيب معلق كره القدم عنده جمله حلوه في كره القدم يقول اللعبه في الراس مش في الكراس يعني لاعب يلعب بذكائه ولمساته وساعات سجل هدف تشوفه سهل انت جدا لكن هو في لحظه معينه هو اخذ قراره وسجل وحط الكره بالجول وايضا تنوع اسلوبه في تسجيل الاهداف تنوع طريقته في تسجيل الاهداف باجيو من سجل من كورنر سجل من فاول سجل من هيد سجل من باكور يعني لاعب متنوع في تسجيل الاهداف وفي المهارات ممتاز يعني ودنا نسولف اكثر عن موضوع روبرتو باجيو وموضوع يعني تفاصيل اكثر عن روبرتو باجيو ولكن يعني كان لو تشوفون اول ما حطينا تقرير روبرتو باجيو انور شنو سوى قام انور وقال هذا الحب صح فمن لاعب أعترف, 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 اعترف من اللاعبين المفضلين أعترف كونك انت تحب ايطاليا بشكل عام اسطوره ايطاليا هو طبعا هو افضل يعني كنا تكلمنا انه مارادونا اسطوره كره القدم بشكل عام اسطوره ايطاليا في كره القدم من وجهه نظري روبرتو باجيو روبرتو باجيو يعطيك العافيه شكرا انور على حلقه اليوم اللي كانت خفيفه يعطيك الف عافيه ونشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي ايضا بمباريات جديده وتحليل رياضي دائما ينورنا انور صرخوه محللنا في برنامج راكم شباب في حلقات الثلاثة بما أنك تحب إيطاليا نبي نختم خاصة نحن مثل فاطمة نقول تايم أوفر إنزين نبي نتكلم عن الإيطالية لما تقول رأيكم شباب بالإيطالي شلون نقولها؟ ما أدري <applause> الشابات رجاتزا أو رجاتزا اللي شباب فما أدري رأيكم بالإيطالي ما, ما, ما مرت عليه رجاتزا بس قول رجاتزا وخلاص بالعربي رأيكم شباب بنفس الوقت باكر مع السلامة